بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هناخد النهاردة الوحدة التاسعة والأخيرة، نتكلم عن المدخل الإنساني، العلاقات، المدخل الإنساني في مجال إدارة الموارد البشرية، بمعنى صح العلاقات الإنسانية وإدارة الموارد البشرية. بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادر على الإلمام بالأهداف التالية، ولا نتعرف على مفهوم العلاقات الإنسانية وأسباب الاهتمام بها. نقطة تانية يشرح الأساليب، ما هي الأساليب التي يمكن تستخدمها المنظمات لتحفيز موظفيها على العمل. يدرك العلاقة بين الروح المعنوية والعلاقات الإنسانية. محتوى الوحدة تشمل العناصر التالية: ماهية العلاقات الإنسانية، أسباب الاهتمام بالعلاقات الإنسانية في منظمات الأعمال، مظاهر الاهتمام بالعلاقات الإنسانية، الأساليب المستخدمة في تحفيز العاملين على العمل، الروح المعنوية والعلاقات الإنسانية من حيث ماهيتها والعوامل المؤثرة فيها وكيفية قياسها. النقطة الأولى بتتكلم ما المقصود بالعلاقات الإنسانية؟ إنها وسيلة لتحفيز العاملين لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف المنظمة في مقابل قيام هذه المنظمة بمعاملة هؤلاء العاملين بطرق عادلة، وكذلك تقديرها لمجهوداتهم المبذولة. يتضح من هذا التعريف أن العلاقات الإنسانية أقصد بها نمرة واحد تحقيق التعاون بين العاملين بعضهم وبعض وبينهم مع رؤسائهم، يعني خلق لغة مشتركة، وجود فهم وتفاهم بين العاملين بعضهم وبعض وبينهم وبين الرؤساء. أيضا يقصد بها إشباع حاجات العاملين الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. النقطة الثالثة تحسين جودة بيئة العمل، بمعنى تهيئة مناخ عمل مناسب، بمعنى صح احترام أدمية الفرد. باختصار شديد كده العلاقات الإنسانية تعني عامل البشر كبشر، له أحاسيس، له مشاعر، له اهتمامات، له قدرات مهما بسطت، وبالتالي هيئ له مناخ عمل سوي، بيئة عمل سوية من ناحية الظروف المادية، الإضاءة، التهوية، الحرارة، الرطوبة، المكان، النظافة، حتى يستطيع ان يعمل بايه، بنفس بروح معنويه عاليه وبنفسيه طيبه. ايه الاسباب التي دعت الاهتمام بالعلاقات الانسانيه في المنظمه؟ اول سبب حركه الاداره العلميه، والتي كانت تهدف الى تحقيق اكبر قدر من الانتاجيه. ولقد كانت حركه الاداره العلميه تعتقد خطا في اول الامر إن الهدف الأساسي للعاملين هو الحصول على أكبر أجر مقابل الحصول منهم على أكبر إنتاجية ممكن، إلا أن هذا الأجر ليس بقادر على إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية للعاملين. حركة الإدارة العلمية بتركز على الإنتاج والإنتاجية، كل ما يهمها إن عشان يشتغل الموظف يديني إنتاجية عالية اديله فلوس بريزنه هتزود له أجره. هذا توقع غير صحيح، لأن جاء بعد فضل التزود من تجربة حصلت، فضل طبعا وصل الإنتاجية معينة والإدارة عايز تزودها، زودت لهم الأجر ولكن الإنتاجية كانت بتقل. ده يرجع لهناك عوامل أخرى غير مادية لا تقل أهمية عن العامل المادي، إن الأجر بيشبع الجانب الاقتصادي ولا يشبع الجانب النفسي والاجتماعي. السبب الثاني ظهور النقابات وانضمام أعداد كبيرة من العمال إليها. النقابة هنا بهدف حماية حقوق هؤلاء العمال، وهما يدفع المديرين لاتخاذ خطوات أكثر إيجابية لتحسين العلاقات الإنسانية مع العاملين، تفاديا للعديد من المشاكل مع النقابة. وهذه العلاقة لا تتحقق إلا من خلال توافر علاقات إنسانية طيبة.
السبب الثالث تعدد الجماعات الغير رسمية التي ينتمي إليها العاملين في المنظمة، ويكون لها تأثير كبير على اتجاهاتهم وعلى سلوكيات أعضاء، مما يتطلب ضرورة إقامة علاقات جيدة مع العاملين المنتسبين لهذه الجماعات حتى تسير أفكارها ومبادئها في صالح المنظمة. نعرفين لا توجد منظمة بدون جماعات غير رسمية، لأن الجماعات الرسمية بتنشأ نتيجة تواجد تجمع بشري ووجود الأفراد، وبالتالي تخلق بينهم مصالح مشتركة، اهتمامات مشتركة، توافق في جوانب معينة، وبالتالي ممكن يعملوا تكتلات ضد الإدارة. فالإدارة عشان تكسب هؤلاء لتحقيق أهدافهم يبقى في هذه الحالة لازم توطد العلاقة، تخلي العلاقة منهم طيبة حتى تقدر تفهم أفكارهم وتوجهها نحو أهداف المنظمة. السبب الرابع ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي للعاملين وزيادة درجة وعيهم دفعت الإدارة للاهتمام بتنمية العلاقات الإنسانية لتحقيق رضا العاملين عن العمل. السبب الخامس كبر حجم المنشأة وزيادة عدد العاملين فيها وزيادة درجة التنوع في قوة العمل وتعقد العلاقات أصبحت متداخلة، ترتب عليه تنوع القيم والاتجاهات والعادات والسلوكيات والتوقعات، وبالتالي أصبح الحاجة إلى مدخل يساعد الإدارة على مواجهة هذه التحديات. هذا المدخل هو مدخل العلاقات الإنسانية. طبعا لما كان في البداية العلاقة بين المنشأة وبين العاملين، لما كان منشأة الأعداد محدودة كانت العلاقة مباشرة، لكن ما ظهر التخصص وتقسيم العمل وجت الثورة الصناعية وكبرت ودخل التقنية والتكنولوجيا أصبح عدد العاملين كان يبلغ الآلاف المئات والآلاف، فبعدت المسافة بين الإدارة والعاملين، أصبحت العلاقة غير مباشرة في مناقشة مشاكلهم وحدهم، فظن العاملين أن الإدارة أهملتهم ولا تعي اهتماما لمشاكلهم، فتنبهت الإدارة إلى هذا فبدأت هنا توطد علاقتها من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع هؤلاء وشرح لهم ان يعني طبيعة العمل والتطوير اللي حصل فيها، وبالتالي طبعا ادى الى هذا المدخل الاساسي وقلنا مدخل العلاقات الانسانية. ازدياد الاعتماد على فرق العمل مما يتطلب وجود تفاعل ايجابي بين اعضاء الفريق حتى يمكن اداء العمل بفعالية اكبر، وزيادة الاعتماد عليهم حتى يكون في التفاعل، هذا يتحقق إلى من خلال تنمية العلاقات الإنسانية ما بين أعضاء الفريق وخلق الانسجام والتفاعل الاجتماعي بينهم. سبعة زيادة تكاليف عنصر العمل وهو ما يدفع إدارة المنظمات للبحث عن وسيلة يمكن من خلالها تحقيق ولاء هذا العنصر للمنظمة التي يعمل بها، وهذه الوسيلة هي تتمثل في العلاقات الإنسانية داخل المنظمة لتحقيق هذا الهدف السابق. النقطة الثانية ما هي مظاهر الاهتمام بالعلاقات الإنسانية؟ تتعدد مظاهر ودلائل الاهتمام بالعلاقات الإنسانية في مختلف المنظمات على اختلاف أنواعها والأنشطة التي تقوم بها. تتمثل أهم هذه المظاهر فيما يلي: اهتمام الإدارة بالبرامج التدريبية التي تعقد للعاملين متضمنة قدرا من المهارات الإنسانية والسلوكية. 2 تنشيط الاتصالات داخل المنظمة، فالقيادة أصبحت توجه اهتمامها للتعرف على اتجاهات العاملين ووجهات نظرهم ومشاكلهم من خلال توافر شبكة اتصالات فعالة. أيضا الاهتمام بتحسين الظروف المحيطة بالعمل للعاملين من حيث ظروف المادية الإضاءة والتهوية، الاهتمام بتحقيق سلامة وأمن وأمان هؤلاء العاملين، يعني معنى الاهتمام بصيانة العنصر البشري. أيضا
الاهتمام بوضع هيكل عادل للأجور والحوافز، بمعنى توافق الأجر مع أعباء الوظيفة ومسؤوليتها، مع خبراته مع مهاراته، وبالتالي يشعر الفرد هنا بالرضا. وبالنسبة للحافز، عدالة الحافز وموضوعيته وربطه بالإنتاجية. مظهر آخر، الاهتمام بوضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة، لأن وضع الشخص في الوظيفة المناسبة تتناسب مع قدراته، تتناسب مع مهاراته، تتناسب مع استعداداته، تتناسب مع طموحاته. إحساسه بيشتغل في وظيفة يشعر فيها بالراحة النفسية، طبعا بالتأكيد واهتمام الإدارة إن الفرد يشغل هذه الوظيفة اللي تتناسب معاه، بالتأكيد ده هيساعد على تنمية العلاقات الإنسانية، وبالتالي يزيد ولاء وانتماء للمنظمة. الاهتمام بدوافع العميل ومشاكلهم، اهتمام الإدارة إنها تعرف ما هي الدوافع الغير مشبعة لدى العاملين، وتحاول هو من خلال انتمائه للمنظمة وممارسته العمل أن يشبعها، طبعا بالتأكيد ده بينمي أو بيدعم العلاقات الإنسانية الطيبة الإيجابية بين الإدارة وبين العاملين. ظهور مواد دراسية تحمل مسميات مختلفة زي العلوم السلوكية، العلاقات الإنسانية، علاقات العمل، ضمن البرامج الدراسية للمعاهد والكليات المختلفة. ده يعتبر مظهر من مظاهر الاهتمام بالعلاقات الإنسانية. أيضا إنشاء بعض الإدارات داخل المنظمات الكبرى، والتي يكون محور نشاطها دعم العلاقات الإنسانية داخل هذه المنظمة. أصبح في إدارة بتبقى موجودة لاهتمام بالعلاقات الإنسانية، يعني هو طبعا المفروض تكون إدارة مستقلة، لكن بعض الأحيان بيقول جهاز العلاقات العامة يتولى هذه الجزئية كجزء من مهامه الوظيفية. ما هي الأساليب المستخدمة لتحفيز العاملين على العمل؟ تستخدم النظام عدة أساليب لحث العاملين على العمل، منها الباعث المادي كنقطة بداية. يعتقد البعض أن الباعث المادي المتمثل في الأجر وملحقاته من أهم الأساليب التي يمكن استخدامها لحث العاملين على العمل، ولكن أثبت الدراسات والتجارب أن المكافأة المالية ليس لها هذا الدور الكبير. زي ما قلنا، الفرد عن الفرد له اهتمامات معينة، وله إشباعات متنوعة ومتعددة، وله دوافع يسعى إلى تحقيقها أو إشباعها، دوافع اقتصادية أي فيسيولوجية، دوافع اجتماعية، دوافع نفسية أي سيكولوجية. الأجر هنا بيشبع دافع واحد، والجانب الدوافع الأساسية على أساس من خلال الأجر أو المرتب يستطيع تغطية إشباعاته الأساسية، المأكل والمشرب والملبس والمأمن والآخر. ولكن الأجر في حد ذاته لوحده لا يشبع الجانب الاجتماعي أو النفسي للفرد، ولا يشبع الجانب النفسي أو السيكولوجي بالنسبة لطموحاته وطلعاته ليها. فإذن أحد الأساليب وليس هو الأسلوب الأفضل أو الأوحد في التأثير على تحفيز العاملين على العمل وتنمية العلاقات الإنسانية. أسلوب آخر، تقديم الخدمات المختلفة للعاملين. خطوة البداية، يعتقد البعض أن الباعث المادي المتمثل في الأجر وملحقاته من أهم الأساليب التي يمكن استخدامها لحث العاملين على العمل، ولكن أثبت الدراسات والتجارب لأن المكافآت المالية ليس لها نفس الدور الكبير، بل هناك اهتمام الإدارة بتقديم الخدمات لذا الرعاية الاجتماعية، الرعاية الصحية، الرعاية النفسية، تقديم مثلا خدمات صحية، طبعا بالتأكيد ده يكون له تأثير أكتر وتحفيزهم على العمل، وفي نفس الوقت بيوطد العلاقات الإنسانية الطيبة
بين العاملين وبين الإدارة. تعال نشوف كده ما هي أشكال هذه الخدمات. الأمن الوظيفي، إحساس الفرد بالاستقرار والأمن الوظيفي تعتبر هنا وسيلة للتحفيز. المشكلة بس تخلي الفرد يبذل أقصى عنده من جهد للحفاظ على هذه الوظيفة. لو الاستقرار والأمن الوظيفي، ما تجيش الإدارة تقول له إيه؟ يعني كل إحنا الإدارة بصدد تعمل عملية مثلا هنا إيه؟ تقليص حجم العمالة. وبالتالي بتقول احتمال تستغنى عن بعض الناس، فمن بعض الناس توديهم الفروع اللي في المناطق النائية، احتمال إدارة تقفل الفرع الفلاني. طبعا هنا بعد ده بتعمل نوع من القلق. إحساس الفرد بعدم الاستقرار الوظيفي بالتأكيد هتأثر سلبا على سلوكه وعلى أدائه وعلى علاقاته. طبعا هنا بنقول احنا عايزين يكون في استقرار وأمن في المنظمة، فإحساسه إن الإدارة بتوفر له هذا الأمن والاستمرارية في الوظيفة، يعني طالما هو يرغب في أداء هذا العمل، طبعا بالتأكيد ده أحد الأساليب التحفيز على العمل. توفير المساكن العملية إما بصفة كلية أو جزئية، المساهمة مثلا في تغطية مثلا جزء من المسكن والفرد مثلا يتحمل الباقي، أو هي إذا كان عندها مساكن وخاصة الجماعة اللي بيجوا من مناطق بعيدة توفر له السكن. طبعا بالتأكيد خليه يروح مستريح شغله، وبالتالي يبقى نوع من الحافز في العمل. التأمين ضد حوادث العمل، جرب بعض الأحيان تعمل شهادة تأمين ضد حوادث العمل، ضد الإصابات، العجز الكلي، العجز الجزئي. طبعا إحساس الموظف إن الإدارة بتخاف عليه وإن الإدارة دايما بتدعمه لو حصل له أي كارثة من الكوارث، طبعا بالتأكيد ده برضو أحد الأساليب المستخدمة لتحفيز الفرد على العمل. التأمين ضد الشيخوخة والعجز، طبعا بعض الأحيان الإدارة بتيجي في النهاية لما يوصل لمرحلة سن المعاش أو وصل لمرحلة عجز كلي أو جزئي، الإدارة بتبقى هنا بتبقى عاملة حسابها بتدي له مكافأة تقدر كعنصر من المساهمة جنب المرتب بتاعه. وبالتالي ساعات بتعملهم بوليس التأمين، ساعات بتعملهم مثلا شهادة استثمار، تدخل جزء من المال المخصصة له في نهاية المدة وتديها له في نهاية مجمعة على بعضها. طبعا دي بالتأكيد مساهمة، فبالتالي بتساعد الفرد على التحفيز في العمل. الخدمات الاجتماعية اللي هي تقدم رحلات مجانية أو تقدم رحلات مخفضة، مثلا رحلات الحج والعمرة تساهم فيها من خلال مثلا عمل نادي للعاملين في المنظمة. طبعا دي برضو نوع من التحفيز للعمل. العلاج المجاني للأسر اللي هي قلنا الرعاية الصحية للعامل نفسه أو أسرته بنسب تخفيض معينة. توفر مواصلات، أساليب تحفيز، يكفي وقايم وهيروح عمله مستريح ونفسيته مستريحة بدون أي ضغوط. طبعا بالتأكيد دي بتأدي كل العوامل دي مع بعضها، أو هذه الخدمات كلية بتساعد على تحفيز الفرد على العمل. عندنا بعض الخدمات لتحقيق جو عمل مناسب زي برامج الأمن الصناعي لمنع حدوث إصابات أو حوادث في العمل. الإدارة طبعا يهمها تعمل صيانة بشرية تحافظ على القوى البشرية الموجودة عندها، فمن حين لآخر تعمل لهم برامج توعية وتوضح لهم هنا الأخطار اللي تعرض ليها من القيام بهذه الوظيفة وإيه الأساليب يستخدمها عشان يحمي نفسه من هذه الأخطار، لبرامج السيفتي والسيكيورتي، الأمن والسلام. توفير الأجهزة اللي تساعد على تنقية مكان العمل من الأتربة التي تضر الصحة. ممكن تساعد مثلا الشفاطات اللي بيعملوها تشفط الهواء اللي هو فيه بعض الجراثيم، زي مصانع الأسمنت. وبالتالي حرصا على الفرد ما يصابش بالتهاب رئوي أو تصاب ببعض الأزمات الصدرية. بتبقى ليها طبعا الإدارة ما يحس الموظف بتعمل وقاية له، طبعا بالتأكيد ده أحد الأساليب التحفيز وبالتالي تساعده على العمل. اختيار مكان عمل صحي لرفع الروح المعنوية، يعني زي ما قلنا المكان يبقى التهوية كافية، الإضاءة حلوة كويسة، المكان مريح، مؤسس نظيف. طبعا بالتأكيد الإنسان بيبقى قاعد بيبقى شاعر بالروح، ارتفاع الروح المعنوية، وهذا الارتفاع في الروح المعنوية حافز في حد ذاته لبذل المزيد من الجهد
ووسيلة لتحفيز الفرد على أداء عمل بصورة متميزة. التأسيس المناسب لمكان العمل مما له انعكاس على إنتاجية العمل. يعني ما اجيش مثلا الموظف يقول له ايه اقعد في الاوضه دي مش مشكله، مش مهم يكون ليك مكتب وكرسي وبس. لا طبعا، مكتب وكرسي ومناخ، لان حتى يساعده على التفكير، يساعده على التركيز، يساعده على اداء العمل بدون اخطاء، يوفي نوع من الاستقرار النفسي في اداء هذا العمل. وبالتالي توفر هذه الخدمات كلها مع بعضها بتؤدي الى تحفيز الفرد على العمل. عندنا بعض الخدمات المرتبطه بالحاجات النفسية للعاملين تتمثل في تيسير الحياة على الفرد، حياة مقبولة اجتماعيا، وساعات عمل مناسبة. يعني هنا زي ما نقول هنا الحفاظ على البشر، حمايته حفاظ. القانون هنا بيقول لك الساعات هما 7، ما يجيش انا شغاله ورديتين بنفس المرتب اجهده، وبالتالي دي تؤدي اثار سلبيه ان انا اثر الحياه مراعاه لظروفه، في نفس الوقت لا تزيد ساعات العمل عن الساعات القانونيه. وضوح دور العامل في العمل، وضح له هو دوره ايه، رئيس، مرؤوس، مثلا معاون خدمات، في كده يعني حدد له الدور بتاعه تمام، ووضح له واجباته ومسؤولياته، وعدم حدوث تغيير فيها الا بعد ما ايه تفهمها له ووضحها له. اذا معنى صح اطلعه على توصيف الوظيفه بتاعته حتى يكون ملم بالمهام بتاعته الرئيسيه، يعرف ما هي نوع مسؤولياته، يعرف ما هي المهام المطلوبه منه، وهل هو غطاها تدريبيا ولا لا. تقديم فرص الترقي والتقدم مهمه جدا. إدارة لما يكون عندها فرصة إنها ترقي من الداخل العاملين طبعا هو أولى، وبالتالي تشغل مناصب ترقية من الموظفين، دي بتؤدي إلى انطباع إيجابي على روحهم المعنوية، وتدي فرصة للموظف إنه يأخذ وضعه الوظيفي إذا توفر فيه الشروط اللي إحنا حددناها بكده. الاهتمام بمشاكل العامل خارج العمل. هو العامل بيشتغل عندي لو في مشكله بحلها، لكن ما تنساش ادخل معاه في علاقات انسانيه على اساس يحس لما يبقى واقع في مشكله يلاقي من هو الدرع الحامي له بالنسبه له، او السند ممكن يسند عليه في عرض مشكلته بلا حرج، حتى يستطيع انه ممكن يحل الازمه اللي هو فيها او المشكله اللي هو موجود فيها. الاهتمام بمشاكل العمل خارج العمل قلنا، التكيف النفسي للعامل، الشعور بالقبول بين زملائي في العمل. احنا نقول هنا طبعا هنا الفرد يتكيف مع زمايله، يعني نفترض يعني كنت انت لك مزايا تتمتع بيها تميزك عن زمايلك، يعني تواضع وادخل معاهم في علاقات بسيطه وسويه علشان تقدر هنا يحصل نوع من التوائم والتفاعل والانسجام مع زملاء العمل فتقل المشاكل، وبالتالي يبقى هنا في جهد ومتضافر جماعي، فده هيؤدي نتائج ايجابيه ومتمه على الاداء والعمل. ايضا يمكن الاداره تحقيق ذلك من خلال الاساليب السابقه المستحدثه في حث العاملين على العمل. ايضا اختيار اسلوب الاشراف احد الاساليب لتدعيم العلاقات الانسانيه. من كل اسلوب اشرافي له تأثيره على مستوى أداء العاملين، ووضح للدراسات أن أفضل أسلوب إشرافي لحث العاملين على بذل مزيد من الجهد تحسين الإنتاجية هو أن يقدم الرئيس المباشر جزء من سلطاته وتحديد الأعمال المطلوبة من كل مرؤوس، وبالتالي يتميز أسلوب إشرافه بالإشراف العام ولا يتدخل إلا في الحالات الضرورية. عندنا طبعا نمطين من اسلوب اشراف اكثر انتشارا في مجتمعاتنا، النمط التسلطي الديكتاتوري والنمط المرن الديمقراطي. كل منهم له تاثير على العلاقات الانسانيه. النمط الديكتاتوري اللي هو سمات سلوكي، اولا بيتكلم بلغه الانا، قراراته من دماغه،
تجاهل قدرات وإمكانيات مرؤوسين، أسلوب التهديد والتوبيخ، هدم الكفاءات والمهارات الإبداعية والابتكارية، أيضا يميل للعلاقات الشخصية أكثر منها من العلاقات الإنسانية. طبعا بنقول هذا النمط القيادي طبعا بأسلوبه له تأثير سلبي على السلوك الفرد وعلى العلاقات. ما فيش علاقات إنسانية تكاد تكون معدومة خوفا من بطشه أو لسانه أو إلى آخره. ولكن النمط الثاني من القيادات من الإشراف اللي هو يميل للإشراف المرن أو الإشراف الديمقراطي، ده بيدي مساحة للموظفين يستخدم دائما أسلوب الرأي ورأي الآخر. العلاقات طيبة جدا وهتوصل لمرحلة الصداقة. هنا طبعا بنلاحظ هنا في هذه العملية إن هذا المدير يسعى دائما إن يخلق علاقات طيبة داخل العمل. الحاجة الثانية أيضا نمط الإشراف يميل للتشجيع والتحفيز المستمر، يسمع الرأي ورأي الآخر، يميل للعمل الجماعي وفرق العمل، قراراته دايما سليمة. فطبعا ما ندرس الحاجات دي كلها وبالتالي ندمجها ببعضها ممكن نقول هنا هذا النمط الإشرافي له تأثير إيجابي على سلوك الفرد ومن ثم على العلاقات الإنسانية في المنظمة. 4 تهيئة ظروف العمل المناسبة، ويقصد بها توفير العمل المناسب الذي يتلائم مع احتياجات ومتطلبات المنظمة. وتتمثل أهم متطلبات الأفراد في قلنا الاستقرار والأمن، استقرار وظيفي وأمن وظيفي، ملائمة العامل للوظيفة، توفير جو من العلاقات الإنسانية الطيبة، الاهتمام بمشاكل العاملين العمل، وضوح سياسات العمل للعاملين، توفير مستوى معيشة مناسب. من الأساليب الأخرى لتدعيم العلاقات الإنسانية إشراك العاملين في الأرباح. عندنا القانون بيقول مشاركة العاملين في الأرباح بنسبة 25% توزع لهم بنسب حسب سياسة كل منظمة واستراتيجية. هنا بيمثل اشتراك العاملين في الأرباح حصولهم على نسبة مئوية من سفر الربح الذي تحققه المنظمة، وذلك بأن إما في صورة نقدية أو في شكل أسهم، فيتحول إلى مالك في رأس المال في المنشأة، فأصبح ولاؤه ليس لنفسه لكن ولاؤه لمؤسسته. ولذلك اعتبر إشراك العاملين في الأرباح وسيلة لخلق علاقات إنسانية طيبة بين الإدارة وبين العاملين. إشراك العاملين في الإدارة هذا من الأساليب المستخدمة لتدعيم العلاقات الإنسانية، وبالتالي تزود ولاء الموظف مش لنفسه لكن ولاءه لمنظمته وعمله وإدارته. بنقول هنا إشراك العاملين في الإدارة إن إدراك الإدارة لأهمية إشراك العاملين في الإدارة له أثر إيجابي وفعال، وبالتالي يستخدم كوسيلة لحثهم على بذل المزيد من الجهد وتضمن تحقيق أهداف مجموعة تحقيق أهدافها دون أي نزاع أو أي مشاكل. ويؤكد إشراك العاملين في الإدارة والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات والمساهمة في حل المشكلات، ويؤدي إلى تقليل الفجوة بين الإدارة وبين العاملين، ويخفف من حدة المنازعات العمالية والمشاكل التي تعرقل تحقيق الأهداف. تتحقق فعالية المشاركة عندما تصبح جزء من ثقافة المنظمة عشان تتبناها، وبالتالي تبقى كأنها إيه نبع من المنظمة وليس من إيه الأفراد.
العنوان المحور الثاني في المدخل العلاقات في المحور الثاني في مدخل اداره الموارد البشريه احنا اتكلمنا عن العلاقات الانسانيه. المدخل الثاني وهو الروح المعنويه. الروح المعنويه بتعتبر مؤشر للحاله المزاجيه التي يكون عليها الفرد بين الحين والاخر، وبالتالي فهي نوع من العلاقات التي يمكن بمقتضاها التعرف على مستوى العلاقات الإنسانية ونوعها داخل المنظمة، وبالتالي فهي ظاهرة نفسية. هي فعلا روح ظاهرة نفسية، نقول هي الترمومتر اللي يقدر يقيس فيها المدير الحالة المزاجية للموظفين. فيدخل على الموظفين ومبسوطين وبيضحكوا وبيشتغلوا، طب كويس قوي النهاردة أنا شايف كده روحكم المعنوية عالية، برافو، عايزها كده كل يوم. ممكن يدخل مدير في وقت تاني يلاقي ان الروح المعنويه منخفضه، ايه مالكوا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اسمع بس ايه الاخبار، وبالتالي يقدر بنفس الشيء. فاذا اهم نقطه ان ازاي انمي هذه الروح المعنويه لخلق مناخ عمل. النقطه الاخرى، ما هي العوامل المؤثره في الروح المعنويه؟ عندنا مجموعة من العوامل التي تساهم في ذلك: وضوح الأهداف واشتراك العاملين في وضعها. ودي تعني هنا مهمة الإدارة أن تكون الأهداف الاستراتيجية بتاعتها وأهدافها واضحة ومفهومة وسهلة ودقيقة ومحددة وكمية، مش كده وبس، وايضا اشراك العاملين في وضع هذه الاهداف. ان اشراكهم هيحد من مقاومتهم ليها، وفي نفس الوقت هيزيد ولائهم وانتمائهم، ومن ثم هتنمو العلاقات الانسانيه بينهم. اسلوب الاداره المتبعه، وان نمط القياده له تاثير على اسلوب الاداره، لو هو يميل للمركزية أم يميل للا مركزية. إذا كان بيميل للمركزية فهنا في جمود في الأسلوب والطريقة وفي الفكر، وبالتالي محتاج نوع من إيه؟ يعني التغيير أو التليين شوية. أيضاً نقطة ثانية، إن في مشاركة العاملين في الإدارة بيساعدهم على تقديم مقترحات وعلى تنمية المهارات الإبداعية والابتكارية وعلى تفجير الطاقات الفكرية لدى الموظفين. فإذا أسلوب الإدارة المتبع له انعكاس إيجابي على الروح المعنوية، ومن ثم على العلاقات الإنسانية. لو خدنا النمط الثاني يميل لأسلوب الإدارة المتسلط، فهو اللي بيتخذ القرارات، بيميل لمركزية القرار يعني أنا صح. أيضا يحب يعني دايما في أسلوب الإدارة المتسلط تجاهل وجهات النظر، تجاهل آراء الآخرين، وبالتالي جودة القرار بتبقى محدودة أو تقل. لها طبعا إحساس الموظف المدير بتجاهله ولا يحترم إمكانياته وقدراته وفكره وتخصصه، طبعا بالتأكيد لها انعكاس سلبي على الروح المعنوية، ومن ثم على العلاقات الإنسانية. نظام الاتصالات، بمعنى توافر نظام اتصالات فعال، بمعنى تدفق المعلومات من وإلى، ده بيساعد لأن الموظف يلم كل ما هو كبير في مجال العمل، وبالتالي يبقى في مصداقية في نوعية القرارات اللي تطلع من هذا السيستم. يعني في نفس الوقت توفير نظام اتصالات فعال هيساعد ان يبقى في تلاحم، لكن القيادة اللي هي المتسلطة بتحجب هذه الأفكار وبتحجب المقترحات وبتضخم المشكلات، وحتى بتخلق شعور سلبي عند الموظف، عدم المساهمة وعدم التعاون حتى لو عارف حل هذه المشكلة،
وبالتالي التأثير السلبي على الروح المعنوية. نظام الأجور من برضو الحاجات اللي أدي إلى رفع أو خفض الروح المعنوية، بمعنى بداية ونهاية نظام الأجور. طبعا كل ما كان الأجر يعني سهل قياسه بيكون أكثر موضوعية، وبالتالي النتائج بتاعته جيدة جدا. مدى الاهتمام بالدوافع والحاجات الإنسانية، اهتمام الإدارة بإشباع حاجات الفرد ودوافعه من خلال الوظيفة وانتماء المنظمة، في الشك ده له تأثير إيجابي على الروح المعنوية. يعني هنا كل فرد عنده ثلاث أنواع من الدوافع. قاعدة حطناها في مثلث، قاعدة الهرم وهي الدوافع الأساسية، ثم الاجتماعية، ثم السيكولوجية. فإذا اهتمام بإشباع الدوافع هيبدأ برضه بنفس الطريقة، إن توفير نحاول من خلال الأجر اللي بيحصل عليه إشباع الحاجات الاقتصادية. من حد انتمائه لجماعة عمل في انسجام بينهم بتساعد على إشباع الحاجات الاجتماعية. حد بقى إن تديله هو في توافر الترقية داخل الهيكل التنظيمي بترفعه وتنمي عنده إشباع الحاجات السيكولية أو النفسية. بمعنى ان لما تبقى العلاقات الانسانيه داخل منظمه جيده من خلال توافر المعلومات لديهم، المهمهم بسياسات العمل، الاداره بتعلمهم بكل ما هو جديد في هذا المجال، ده بيقرب المسافه بين الاداره وبين العاملين، في نفس الوقت بيساعد على بيقلل المشكلات، بتقلل المنازعات، بيبقى مناخ العمل سوي، وبالتالي بيبقى لها انعكاس ايجابي على الروح المعنويه. انا اديك فكره عامه، هنشوفها كده على السلايد بتاعتنا ونشوفها تدعيم الكلام اللي انا قلته لك. قلنا اول حاجه وضوح الاهداف واشتراك العاملين في وضعها، وتتمثل في خلق روح التعاون بين الافراد والعاملين وزياده درجه ولائهم للمنظمه والشعور بالرضا عن العمل، مما ينعكس ايجابيا على الروح المعنوية. أسلوب الإدارة المتبع يؤثر بدرجة كبيرة على الروح المعنوية للأفراد. كل ما اقترب هذا الأسلوب من المركزية، كل ما أدى ذلك إلى تقييد حرية الأفراد، مما ينعكس سلبا على روحهم المعنوية، والعكس صحيح. نظام الاتصالات، وإن بيعمل نظام الاتصالات على التبادل المزدوج للمعلومات بين الإدارة والعاملين، لذلك فهو في الحقيقة يمثل جوهر العملية الإدارية، وفعاليته تساعد في تقوية الأواصر بين الإدارة والعاملين، وتعمل على تنمية العلاقات الإنسانية داخل المنظمة، مثل ما رفع الروح المعنوية. نظام الأجور، إذا تم تحديد الأجور على أسس علمية موضوعية، كلما كان ذلك لذلك أثر نفسي إيجابي على العاملين وإحساسهم بالاستقرار والأمن داخل المنظمة، مما ينعكس إيجابيا على روحهم المعنوية. اهتمام بالدوافع والحاجات الإنسانية، هنا دور الإدارة معرفة تحليل دوافع الأفراد والحاجات التي يسعون إلى إشباعها، وتوفير وسائل الإشباع لما لذلك من مردود إيجابي على الروح المعنوية. العلاقات الإنسانية، الاهتمام بتنمية العلاقات الإنسانية بيساهم في خلق مناخ عمل صحي، بيولد الشعور بالاطمئنان والرضا لدى العاملين، وبالتالي بترفع روحهم المعنوية. كيف يمكن قياس الروح المعنوية؟ عندنا عدة أساليب مستخدمة لقياس الروح المعنوية، منها الاستقصاءات، عند استقصاء الروح المعنوية، سواء الاستقصاء كان قائمة أسئلة أو بالمقابلة، وبالتالي أصبح عندي ثلاث أنواع من الاستقصاءات المستخدمة في الواقع العملي. استقصاءات موضوعية، وهي أسئلة مصحوبة بإجابات بديلة بيختار منها بينها، وبالتالي تحلل هذه الإجابات نقدر نعرف
الأثر على الروح المعنوي إيجابا أم سلبا. الاستقصاءات الوصفية عبارة عن أسئلة مفتوحة يترك للعامل وصف ما يحلو إليه بشأن موضوع السؤال. الاستقصاءات العاكسة وتقوم على تقديم حالات أنماط متصلة بالعمل. هي الاستقصاءات العاكسة تقوم على تقديم حالات أو مواقع متصلة بالعمل وطلب تحليلها والتعليق عليها من جانب مين العاملين، ثم الاستنتاج من إيه هذه الإجابات من عمل العمل الطريقة الإسقاطية، تسمى بالطريقة الإسقاطية. عندنا طريقة ثانية للانترفيو اللي هي طريقة المقابلة. نتقابل بتوع مثلا تعمل لقاء مع مجموعة من الموظفين ومناقشة تشوفهم دوافعهم ايه، مشاكلهم، وجهة نظرهم في قضية ما، وبالتالي تقدر من خلالها تشوف ما اذا كان مثلا الادارة مثلا بسبب التطوير هتعمل تطوير في اساليب وطريقة العمل، ما تنزلهوش كده فجأة، لكن تقعد معاهم مع كل مجموعة شوية كده شوف هو الاثر عندهم ايه، هل هم محبذينها ولا رافضينها، عشان تقدر تجهز نفسك بالنسبة كان في الإدارة الأخرى أو في إحدى الفروع الخاصة بها مثلا بالشركة نفسها في مثلا مشاكل وأي شيء ممكن تحلها. لنجاح المقابلة ينبغي على الإدارة أن تقنع العاملين برغبتها الصادقة في مساعدتهم عن العمل عن التعبير والعمل عن التعبير وعن اتجاهاتهم، مساعدتهم على التعبير عن اتجاهاتهم. عندنا دراسة سجلات المنشأة، حيث أن سجلات المنشأة تمكن من دراسة السلوك الفعلي للفرد. من النواحي المفيدة في هذا الصدد والذي يمكن منها استنتاج الروح المعنوية هو اتجاهات العمل وتتمثل في إيه؟ نسب غياب الفرد، الغياب ولا تغيب، وان هو بيستنفذ كده غيابه رغم ان في عبء عمل، عدد الشكاوى التي يتقدم بها، انتاجيه الفرد ومدى زيادتها او انخفاضها عن المتوسط، مقدار التلف والخساره عن استخدام المواد، مقدار الحوادث، مقدار المشاكل والخلافات بين العاملين والزملاء أو بينهم وبين رؤسائي ومرؤوسيه وتابعيه. كل دي حاجة حلوة. تعالى نجمل مع بعض كده نشوف ايه أهم الجزئيات في هذه الوحدة. الوحدة نتكلم فيها عن المدخل الإنساني في مجال إدارة الموارد البشرية. هنحاول هنا نحاول نجمل الأهم جزئيات اللي المفروض تاخد بالك بيها، أن تاخد تركز عليها وانت بتذاكر. في الوحدة التاسعة دي بتتكلم عن مدخل إنساني في إدارة الموارد البشرية. ركزت على محورين، محور العلاقات الإنسانية ومحور الروح المعنوية. في العلاقات الإنسانية ركزنا على المفهوم والأهمية، وركزنا على الأساليب اللي ممكن تستخدمها الإدارة في تدعيم العلاقات الإنسانية. النقطة الثانية ركزنا أيضا على المفاهيم والأساليب، وكنا عن برضه وضحنا عن جوانب متعددة، وأن عندنا في مجموعة من الأساليب. كل إدارة طبعا مش لازم تستخدم كل الأساليب، لكن تستخدم الأساليب اللي هي تتناسب معها وتتناسب مع ظروفها. بس أهم نقطة هنا أن الإدارة تسعى بكل السبل ان تدعم العلاقات الانسانيه وتنميها حتى تضمن الاستقرار والامن الوظيفي للعماله الموجود عندها، استقرار في هيكل العماله الموجود عندها. ليه؟ لحاله وجود منازعات او مشاكل طبعا بالتاكيد دي بتدي نتائج سلبيه، وبالتالي ممكن يؤدي الى تسرب الكفاءات المتميزه منها. برضو كان نفسي اضيف هنا برضو جزئيه المفاهيم الخاطئه في العلاقات الانسانيه. البعض بيفهم العلاقات الإنسانية تعني علاقات شخصية، البعض الآخر بيقول إنها مجاملات،
البعض تعني المجاملات، البعض الآخر لها معطلة للعمل. هذه مفاهيم الثلاثة خاطئة. علاقات الإنسان لا تعني علاقات شخصية. لو احنا بنعمل كده مقارنة صغيرة قوي كده برضو عشان تبقى انت ليك انت لذاتك، عندي كده علاقات شخصية وعندي هنا علاقات إنسانية. علاقات شخصية هنا مبنية على التحيزات، المجاملات، المصالح الفردية لا أساس لها. أما العلاقات الإنسانية لها ركيزة بترتكز عليها. الركيزة هنا هي علم وفن، ظهر ليها كتاب وبدأ يبنوا علم أحد فروع علوم الإدارة. أيضا بتنطبق على جميع العاملين في المنظمة. هنا تطبق على بعض، هنا مقابل النقطة دي تقبل على بعض أو أحد العاملين. المدير عمره ما يعمل علاقات شخصية مع كل الموظفين. أيضا نبص هنا، دي هنا العلاقات الإنسانية مستمرة، دي مؤقتة لأنها مرتبطة بأشخاص. يوم ما يمشي المدير هيمشي، وبالتالي هنا فيها عنصر نوع، فيها خيانة. هنا فيها هنا مصارحة وصداقة. هنا فيها خيانة ليه؟ إن طبعا هنا المدير لما طبعا يقدر على الموظف اللي هو يعني واخده كبطانة له، ينقل له الأخبار ويجيب له المعلومات وإلى آخره. فلما يزعل مني يقول له إيه، شوف بجرة ألم أنهيك. أنت ما تسويش حاجة من غيري. يوم الموظف يقول له هنا إيه؟ وانا معايا ملف يوديك في داهيه. شوف رغم قد ايه العلاقه اللي بينهم المتينه، الا ان كلهم متخوف من الاخر للحظه ان كل منهم يهدد الاخر بشيء او باخر. طبعا فاذا احنا نقول احنا مفروض نطبق في واقعنا ايه، العلاقات الانسانيه وليست العلاقات الشخصيه. البعض اللي قال تعني مجاملات، العلاقات الانسانيه مش مجاملات ولا كلام معسول ولا مدير يفتح بابه مكتبه على مصراعيه، لا. في يعني خصص وقت لمقابله موظفيه لمناقشه مشكلاتهم الى اخره. بعد ان معطله بالعمل ابدا، العلاقات الانسانيه طالما العلاقه طيبه بين الموظفين بعضهم تؤدي الى مرونه وسهوله ويسر في اداء هذا العمل. ايوه تناولنا في الروح المعنويه الشق الثاني. تناولنا فيها المفهوم. وضحنا فيها الاهميه. وضحنا فيها العوامل المؤثرة على الروح المعنوية. تناولنا أيضا فيها طرق قياس الروح المعنوية. هذه الوحدة مهمة جدا جدا، ولم تخلو امتحان من هذه الوحدة. يبقى هنشوف في وحدات عندنا مهمة قوي تعتبر يعني لها قيمة ولها تأثير، لأن طبعا يهمنا الطالب يكون ملم بالمادة العلمية كلية. يبقى كده انتهينا من شرح أو توصيف للمادة العلمية اللي المفروض تدرس على مدار الفصل الدراسي الكامل. وختاما تمنياتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.